بدأت النسخة الأولى من منتدى الدوحة عام 2001، كانت على هامش اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية. انطلق من خلالها منتدى الدوحة، وكان يجمع العقول والرؤساء المعاهد الفكر وصناع القرار من جميع أنحاء العالم. منتدى الدوحة طبعا قائم على شراكات عدة من مختلف دول العالم مع مراكز الفكر ومع الجامعات المعروفة عالميا ومع شركائنا المحليين، سواء كانت جهات إعلامية أو جهات أكاديمية. الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلد فدة هي رسالة واضحة أن دولة قطر دائما ما تدعو للحوار. إحنا نرى في منتدى الدوحة فرصة طيبة لجميع المشاركين من الخارج لإبراز آرائهم المختلفة، فهذا هو الهدف الرئيسي من المؤتمر. طبعا في منتدى الدوحة دائما احنا ما نركز على جودة المشاركين، ومتوقعين حضور عدد كبير من كبار الشخصيات ورجال الأعمال وأصحاب القرار من مختلف خلفياتهم للمشاركة في هذه النسخة إن شاء الله من منتدى الدوحة.